قال لي هذه والله البلشة، أهالي نايمين ومطفين اللمبات وأنا عطشان وشلون أقوم، لكن أسامة خلق قوي وانزل. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. ما شاء الله هذا ابو سالم، هي شوف نزل يدك ما شاء الله، شوف الساعه ما شاء الله، لا اله الا الله، طيحنا على كنز انت ولا شلون؟ الله يحفظك شلون، الله يحفظك. انا الاعلان الواحد اسويه ب 60000 ريال عشان جاب من سويسرا وخاف من المانيا. ايه مصدق سمع راسه ابو ركان تعرفه؟ ايجار انا مستواك ها اصل قصري ناصر القصبي والله في الاعلان صادم من الوينات صادم مثل هذا وش هذا؟ هاي ضحكت شلون؟ العامل حدا يطلق عامل شامل ولا جنب بس جنب هذا ولده؟ ايه ولده. ها لا مش مو ابوه، ما بشي ما بشي ونعم لما جاء تهدن يعني قبل اسبوعين قال لي طالع له عندك نوع ياكله الخلا ابو خالد داق هالحزه. يا هلا يا هلا والله بابو خالد، يا هلا والله بخير، ما علينا طيبين. بابا دقيقه بس دقيقه. يلا يلا عاد مع السلامه يا ابو خالد، والله اني الحين منشغل. يلا عاد توصي شيء ولا لا؟ يلا يلا سلام. شوف شوف وش كتبت لي معلمة. خير خير يا عسى وخير. عافية والله يا بنيتي، رفعتي روسنا. ابشري والله بالهدية، بس انتي اطلبي وش تبين؟ ابي حلاوة من البقالة. ابشري على ذا الخشب، انتي تستاهلين شيء اكثر من الحلاوة. اذا استمر مستواك على كذا يا بنيتي راح اوديك المحل العاب. كم عندي لوجين انا؟ صحيح ان الاطفال الاشياء البسيطة تفرحهم. يا عصا يلي ما تعصى. سلام عليك. يا هلا يا توا اسفرت وانورت. الله يهديك الله يهديك ويحفظ المقام. ايش حتى العصا عفته؟ جالس بطفش الله يهديك. اي والله اني جالس بطفش من زود طفشين قمت حاتي. تعال تعال يا العصا. بدون الطفش اللي احنا بوها الحين والله ما تقوم تشغل السوني. المشكلة ما عندنا اليد واحدة. بنلعب قران واللي يصدم صدمة يعطي الثاني. وش قلت؟ أول لعبة. ما ترى قلت أول لعبة؟ أول لعبة. هاجي خلاص بقوم أشغله. جاني وتعلم بالرحيل. ما الله يعزك يا ذوق، هذا باين انه مو مصدقني اني بجزر مالديف. يا هلا يا هلا، ما انت مصدقني اني بجزر مالديف؟ مين قال لك اساس اني بجزر مالديف؟ احمد خوينا ما غيره. سالك ما انت مصدقني الحين بطلع من طلاوة الفندق وبرسلها بجروب عشان خوينا الخايس هذا يشوفها. يلا يلا وين جوجل وينه؟ خلوكم في السعودية جزر المالديف حلوة. مصدقين يا خطوف. يا عيال والله بيلها نوم عشان بكرة أصحى. ياسر ياسر هذا الجوال هناك، خلنا نروح ناخذه.